يشق الشغف أنفاسه الأخيرة في ديسمبر. إنه شهر يحتضر فيه الأمل. تنساني كل قطارات الوقت أو أنساها، وما زلت أترك كل شيء إلا الحنين. 30 يوماً يمنحنا ديسمبر لنضيف إلى الوقت سنة جديدة من الانتظار واللهفة. في نهاية السنة نؤجل أمانينا إلى العام الجديد وننتظر المارد ليلبي. الوقت يرحل من النافذة ويترك الأمل المهترئ معلقاً على الباب.